اسلام دين اسلامي، وبل من عند سيدنا ابراهيم الخليل هو دين الاسلام هو اللي كاين. حنفيه. ايه حنفيه. واللي قال وسماكم المسلمين من قبل. نعم. الدين ديالنا مكون من الاسلام والايمان والاحسان. حديث جبريل حنا كنعلموا هنا. نعم صح. تلم ديالنا الاسلام كيتعلق بالجسد بالظاهر. الايمان كيتعلق بالقلب. الاحسان كيتعلق بالروح. النفس ديالنا عندها اربعه الاسماء، النفس والقلب والروح والسر. وكاين اللي كيقول النفس والقلب والروح واللوامه، كاين اللي كيقول نفس لوامه لهامه. القران الكريم ذكر مبارك بكامل في سوره يوسف قال وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء. نفس الاماره هي نفس الكافر ونفس الشرير على حسب المقامات، كذاب زاني فاسق هذاك عنده نفس يعيش بالنفس. الشاعر العربي قال المرء بالروح لا بالنفس انسان. عندنا عندنا النفس وعندنا القلب. القلب نقول النفس والقلب والروح والسر. القلب فيه زوج المقاصد. اولا فيه النفس اللوامه، ربي قال لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم النفس اللوامه. النفس ملي لازم تلقى شويه بالموعظه ويجلس مع العلماء ويحدثوها على التقوى وعلى الصدق وعلى الحلم وعلى العفو وعلى الجود وعلى هذيك، يعني ديك النفس كتبقى تتنقى كتكحلى كتصبح منقوطه ولا فيها بياض. هذيك تحك النحاس. ايوا هذيك كتكون نفس لوامه. ومعنى النفس اللوامه هما اللي كيعبروا عليها دابا، كيقول لك الضمير ديالي الضمير ديالي لا يعيب عاتبني او عندي ما عاتبني هو هذاك اللي تكون النفس ترقت. بحال مثلا قرات التعليم الابتدائي وجبرت الشهاده الابتدائيه، ها باقي للثانوي وباقي للجامعه، ها يا هذا مثلا. النفس اللوامه هي اللي كيكون لها اللي خلط العمل الصالح بالطالح، خلطوا عملا صالحا واخر سيئا، هو بين التوبه والمغفره والاستغفار وبين الخوف والرجاء. هذاك اللي يكون عنده نفس لوامه. النفس المطمئنه. النفس المطمئنه هي حتى كيدخل حتى كما يبقاش هنا توسخ، هذا الصالح المطمئنه. في خلال طمئن النفس حتى يسلم هذا. هذا اللي عندنا هنا ماشي مسلم، في خلي يسلم حتى كما يبقى عنده تطريف قبح يأمر بها. عندكم باش تقولوا هالجسد هذا الراي ديالو، هاد العينين الراي ديالهم ولا الودنين ولا اليدين ولا اللسان ديال هذا الفم ده هذا المضغة. هي المضغة إذا صالوحة الجسد كله انفسدت، هو فسد الجسد كله يا القلب. هذا القلب آخر من يؤمن. قال القلب إذا سجد لا يرفع رأسه أبدا، وحتى المعاصي هاد الجوارح كاملة ألف ذي المعاصي منهم التوب منهم يسمح لك ربي في دقيقة. ومحصية وحدة القلب واخا تبقى حتى عامين ولا خطر وثلث سنين تضربو ميتبش عليك. واحد الولي شافوه كيبكي في الطواف مكة، جا خور وطاف وعود وطاف وكمل الأشواط ديالو وهو عليه يبكي يبكي ساجد. حرقو قال له أسيدي، قال له هذا ماشي مطاع البكي، علاش تبكي هنا؟ قال له أنا عملت معصية ما سمحليش فيها ربي. قال له لأن قال له 40 سنة وأنا كنبكي وكنتوب وباقي ما تبش عليا ربي. قالوا ما يمكنش 40 سنة
وين أم سمعتي ربي؟ قالوا شنو هي المعصية؟ قالوا كنت معصية كبيرة. قالوا شنو هي عملت؟ تصوروا اسمه. قالوا قلت لشيء ليته لم يخلقه الله. شبا شي وحيد ولا شي حاجة وقال هذا مسبقي ما كان شي هذا خلق ربي. هاد العبارة هذه بالنسبة لي لو كان عنده في واحد المقام ديال القرب مع ربي عاقبوا عليه، لأنه بغى يتدخل في الشؤون ديال ربي وعلاش ربي خلق هذا. كيقولوا هذه اللي وهذا ملي يقولوا هذا ما يديهاش فيهم ربي، لأن هذا 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 قاري، فهمتي؟ هذا قاري، هذا عطاه النور وحتى تفهموا. ما خلقش الله شي حاجة عبد. نعم صحيح. ما خلقش عبد. وهذا قالوا هذيك سوء الأدب، لأن الشرك في الملك ديال ربي وبدا يعلق على ربي علاش عملت هذا. فهمتي؟ المعصية حاجة يلاه ختم. ياه ختم. وأنا نكمل. ترى باقي جلسة معك إن شاء الله باقي. ختمنا. ختمنا وصافي. بعد عوض الخير الحسن. ودعي معنا. الله يصلحكم جميعا. آمين. في نوركم. آمين. يجيب التسر عليكم. آمين. الله ينقيكم من الأغيار. آمين. الله يحفظكم من شر الأشرار. آمين. آمين. لا ينور القلوب ديالكم بالأنوار، لا يعمركم باليقين، يصلحكم، يصلح القلوب ديالكم، يصلح الدرية ديالكم، ديالكم، والدويرات المحيطة بكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يبعد عليكم الأذى، الله ينصر سيدنا، الله ينصره، الله يأيده، الله يعطيه العافية، الله يبعد عليه الأعداء، الله يحفظ هذه البلاد من بلا ومن بلاوات، وولي العهد الله يعينه، الله ينصره، الله يصلحه، الله ينقه من القبائح، الله يدوم علينا الأسرة العلوية، وكل رحمة معها، الرحمة كلها معها. اللي قال سيد عبد الرحمن المجدوب ما تكون الدولة بلا علوية، الدولة العلوية ما تكونش بلا علوية، حتى هذا لما يكون اللي يجي الإمام المهدي وينزل عيسى هيكونوا العلويين في هذيك الصرب.